بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم إنما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر، يستمر معكم إلى غاية الخامسة بحول الله سبحانه وتعالى. حديثنا إليكم مشاهدينا الأفاضل ونقاشنا في هذه الأمسية مع الأساتذة الأفاضل سيكون تحت عنوان مدرسة الحج. ما الذي يمكن أن يستفيده الحاج؟ ما الذي يمكن أن يتغير في نفسية وعقلية وشخصية الحاج بعد رجوعه وأدائه المناسك؟ ما هي الأمور التي يجب أن نركز عليها حتى نتغير إلى الأحسن كحجاج؟ ماذا عنا نحن الذين لم يكتب الله لنا بعد زيارة بيته الحرام؟ كيف لنا أن نستفيد مما سيستفيد منه كذلك الحجاج في هذه الرحلة؟ إذا المشاهدين الأفاضل، نتشرف بأن تبقوا معنا، أن تتابعونا، أن تشاركونا كذلك النقاش وبعضا من تجاربكم إن كان فيكم ممن سبق له أن تكرم وكرمه الله سبحانه وتعالى بزيارة بيته الحرام، أن تقاسمون هذه التجارب والمشاعر. شرف عظيم كذلك أن نناقش موضوع اليوم مع أستاذنا أستاذ محمد العالية. مرحبا أستاذنا. تحية لك أستاذ الأمين، وتحية لدكتورنا الكريم في هذه الأمسية المباركة، وتتكلم على كيف نستفيد. هم ساروا جسوما ولكن سرنا قلوبا، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الأجر، وأن يتقبل منهم إن شاء الله العبادة والنفقة، وأن يخلفهم خيرا، وأن يرزقهم سالمين إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. دكتورنا دكتور رشيد عويداد، مختص في الفقه الإسلامي وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. مرحبا أستاذنا. أهلا أستاذ، كيف الأحوال؟ أرجو أن تكونوا جميعا بخير، وأن يكونوا أن يكون حجاجنا الميامين بخير وعافية إن شاء الله. ستنقل لنا شيئا من تجربة الماليزيين مع الحج كذلك بحول الله تعالى. إن شاء الله، لأنك عاشرتهم وجالستهم، وهذا كفيل لأن نستقي منهم كذلك مما يحسونه ويشعرون به في زيارة بيت الله الحرام إن شاء الله. قبل كل هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نتوقف مع الزميلة سهام أديب، تحصر لنا الموضوع في هذا التقرير عن مدرسة الحج، نعود بعده لبدء النقاش بحول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كلمات يبدأ بها الحاج من الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، كلمات لها وقع عظيم في الآذان والقلوب والأرواح والأبدان، تنتزع الفرد من أدران الدنيا لتحلق به في جو عال من الإيمان والروحانية، إعلانا بوحدانية الله تعالى. الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. تبدأ مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة، بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية، ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة. بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى. بعدها يعود الحاج إلى مكة ليقوم بطواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة. مناسك يقوم بها الحاج في رحلة العمرة، من طواف القدوم إلى طواف الوداع.
يستشعر فيها الحاج وحدانية الله عز وجل من خلال وحدة المناسك والمشاعر والقصد والسعي والقول والدعاء، كل هذا تجسيدا حقيقيا لمعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالحج تعويد للنفس على الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل، وتزويد للقلوب بالإيمان والتقوى، واختبار لقوة الإيمان، وتطهير للنفس البشرية من مظاهر الكبرياء والعظمة. الحج مدرسة روحية تعمل على توحيد المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربي الحج على ذكره، والذكر أول المقاصد التي أرادها الله عز وجل من عبادة الحج. الحج مدرسة للتربية على الأخلاق الفاضلة من الحلم والعفو والصفح والتسامح والإيثار والرحمة والتعاون والإحسان والبذل والكرم والجود. إن الله عز وجل علق القلوب بحب هذا البيت وجعل الأفئدة تهوى إليها استجابة لدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل حجاجنا الميامين، أن يكون حجهم حجا مبرورا إن شاء الله، وأن يلحقنا بهم في قادم المواسم بحول الله سبحانه وتعالى. إذن مشاهدينا الأفاضل، نشكر زميلة سهام أديب على هذا التقرير، ونبدأ على بركة الله نقاشنا في هذه الأمسية. أستاذ محمد، ربما توافقني إن قلت أنه بمجرد أن يكون اسم الحاج أو الحاجة في القرعة يبدأ التغير. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف لا يتغير وهو قد اختاره الله عز وجل من بين 2 مليار اليوم من المسلمين، وهذا الإنسان يخرج في القرعة فتتحرك فيه هذه الأشواق. نعم، هو قد يبذل جهدا وقد يصرف أموالا وقد يعاني بعض المشاق، ولكنه أكيد ستتحول كل هذه الأشياء إلى أشواق. ولذلك تجد أستاذ في أثناء القرعة صنفان يبكيان كما يقولوا، والناس كلها تبكي، الذي يخرج في القرعة يبكي والذي لا يخرج في القرعة يبكي، لأن هذا الإنسان أكيد تحركت فيه وحدة المشاعر، هذا العام نشرح الروح إلى بيت الله الحرام، فتذكر بمعنى كأنه حرم من الذهاب إلى هناك، يعني إلى ذلك البيت الذي لطالما اتجه إليه في اليوم 5 مرات. والآخر تحركت فيه تلك الأشواق مباشرة بعد أن يخرج في القرعة، يستحضر ذلك المشهد الذي يقف فيه كما كانت تقول الأستاذة في التقرير، لبيك اللهم لبيك، كأنه الله عز وجل دعاه. ونعم، هو كذلك حينما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، كم كان هذا النداء، أو منذ كم نودي بهذا النداء واليوم يصله هذا النداء، كأن هذا الإنسان الذي خرج في القرعة اليوم سمع هذا النداء، لأنه الآن يقول لبيك اللهم لبيك، هو الحمد لله استجابوا. لذلك كلمة لبيك كأنها الاستجابة الفورية، الآن سمعت النداء، الآن استجيب يا رب سبحانه عز وجل. فمجرد ما يخرج الإنسان في هذه القرعة ويكتب له المولى عز وجل ذلك الاصطفاء وذلك الاختيار، فيجد نفسه من هذا الوفد،
لأن الحجاج والعمار وفد الله كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وانت لك أن تتخيل تلقيت دعوة من عند من؟ من عند رب العزة سبحانه عز وجل. إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام. ثم بعد ذلك عندك طلبات، عندك الآن كثير من المطالب سواء الدنيوية ولا الأخروية، فالإنسان هكذا يعيش. فالآن جاءت فرصة باش يقدم هذا الطلب حيث لا يمكن أن يرد له طلب مع الله سبحانه عز وجل، فيشعر بهذه المشاعر التي لا يستطيع الإنسان حتى أن يتحكم فيها. ولا طالما شفنا ناس أغمي عليهم يعني من الفرحة. أنا أذكر مرة أستاذ في قرعة للحج، الأخ هذاك لما خرج في القرعة سجد في الأرض سجدة شكر، ولكننا لم نستطع أن نحمله بعد ذلك، يعني بقي ساجدا في الأرض. لماذا؟ شكر لله سبحانه وتعالى. يعني ولك أن تتخيل هو هذاك الشعور والفرحة وما يقدرش ينوض من السجود، والناس كلها تبكي من حوله، فقط باش يقولوا له خلاص يعني سجدت لله، قم وروح كمل السجود هناك. لكن هذه المشاعر، والحج سبحان الله، الحج تحريك لهذه المشاعر بداية من الخروج من القرعة إلى الخروج من البلد إلى توديع الأهل، وكأنه ذلك استحضار ذلك اليوم الذي سينتقل فيه، إلى التجرد من اللباس، إلى الشعور بأن هناك محظورات معينة، كأنه تذكير بهذه الدنيا كلها. يعني الإنسان سبحان الله، أنت اليوم ممنوع من كذا، ممنوع من كذا، ممنوع من كذا، ممنوع من كذا، إلى متى؟ إلى حين أن تتحلل من هذه من إحرامك. كانوا تذكر لنا بهذه الدنيا كلها، أنت اليوم في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، مدرسة كبيرة جدا. متى تتحرر من هذه؟ خلاص أنت استجيب لأمر الله عز وجل وستدخل للجنة بإذن الله عز وجل، ويباح لك كل ما كان الآن محرم عليك وكان محظورا عليك. فمشاعر عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. آمين يا ربي. آمين. بارك الله فيك أستاذنا على هذه المقدمة. عندنا الكثير من النقاط والأسرار التي سنقف عندها، خصوصا ممن جرب تجربة رحلة العمر. دكتور رشيد، لعل تلك الاستجابة للنداء الرباني لبيك اللهم لبيك فيها الكثير من المعاني، وطبعا ربما التأثير في نفسية الحاج أو الحاجة يكون بقدر استعداده لهذه الرحلة. كما تفضلت في سؤالك أن تأثير الاستجابة لمدرسة الحج، ولابد أن نقف قليلا مع هذا العنوان الذي اختير لهذه الحلقة، مدرسة الحج. الحقيقة هذا العنوان هو عبارة عن الثلاثي أو الأمر الثالث في المدارس المتعلقة بالتعبد، والتي اختارها كثير من المفكرين المعاصرين، فسمى الصلاة مدرسة، وسمى الصيام مدرسة، وسمى الحج مدرسة، وعلى رأس هؤلاء علي عزة بيجوفيت، لأنه لما أراد أن يعطي دفقا جديدا لمعنى الإسلام في محيطه، هو المحيط الشيوعي الماركسي الملحد الدارويني الذي لا يؤمن بوجود آخرة ولا بوجود روح، وكان يعتمد في مشروعه الفكري على الثنائية، فموضوع الثنائية كان واضحا جدا وكان حاضرا بقوة، وحتى يمثل للثنائية ثنائية الجسد والقلب والروح في الإسلام أخذ هذه المدارس الثلاث، لأنها لا تنتمي إلى الفلسفة المادية ولا صلة لها بذلك، فأراد أن يبرهن من خلال مدرسة الحج على وجه الخصوص، لأن مدرسة الحج جامعة فلسفتها شاملة لما حوته مدرسة الصلاة ومدرسة الصيام. فمدرسة الحج لها خصوصياتها وفلسفتها ومقاصدها وأهدافها وشمولياتها. فعلي عزة بيجوفيت لما أخذ مدرسة الحج جعله نموذجا مركبا من الروح والجسد، ومن الدنيا وليشهد منافع لهم والآخرة، ومن العمل للدين والعمل المادي للدنيا، فجعل الحج مهما جدا بالنسبة لطرحه حول فهمه للإسلام وكيف يقدم لمن هم في محيطه. ومدرسة الحج تعتبر من أهم المدارس في جامعة التعبد، وهذه الجامعة فيها المدارس الثلاث، مدرسة الصلاة، مدرسة الصيام، ومدرسة الحج. مدرسة الزكاة لا تدخل لوجود معقولية المعنى،
لأن معناها الدنيوي واضح جدا نفعها في الاقتصاد والتكافل الاجتماعي، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان. لكن هذه الثلاث تعتبر تعبدات محضة وعبادات محضة غير معقولة المعنى الدنيوي، وإن كان لها معنى لكن منفعتها الدنيوية غير ظاهرة. لذلك عموما الزكاة والوقف وإن تجاذبها الجانب التعبدي كما يقول العز بن عبد السلام إلا أن نفعها الدنيوي ظاهر وواضح. لذلك مدرسة العبادة التي تمحضت فيها صورة التعبد والتأله هي ثلاث: مدرسة الصلاة، مدرسة الصيام، ومدرسة الحج. لكن مدرسة الحج لها خصوصيات لا توجد في باقي المدرستين. ومما يشعرنا بأهمية هذه المدرسة في ذاكرة الحضارة الإسلامية وفي قلوب المسلمين هو ما أشير إليه الآن بلفظة رحلة العمر. الحقيقة نحن في حضارتنا حضارة الإسلام هناك فن تطور مبكرا وهو فن الرحلات الذي صار الآن يسمى بأدب الرحلة، وظل هذا يتطور إلى أن صارت رحلة الحج جزءا مهما من فن الرحلات وأدب الرحلات، وتوثق وصارت رحلة الحج هذه أمرا مميزا في أدب الرحلات وفن الرحلات. وإلى التاريخ المعاصر يعني دعنا من القدامى كابن جبير الأندلسي وغيره ممن بدأوا في التوثيق الجغرافي وتوثيق الوقائع والأحداث في رحلاتهم، حتى في التاريخ المعاصر اهتم برحلتهم إلى الحج الأدباء والمثقفون والمفكرون والذين اشتغلوا بمجال الفلسفة فضلا عن العلماء والمفتون. ممن كتب في أو دون رحلته ووثقها وملأها بمشاعره وأحاسيسه وجمع فيها من أنواع وأصناف العلوم والمعارف الشيء الكثير أمير البيان الأمير شكيب أرسلان رحمه الله، إلى جانب حضوره السياسي وكان له علاقة بالثورة بثورة التحرير الجزائرية، يعني كان له دعم كبير لقضية نبذ الاستعمار الفرنسي وما إلى ذلك. لكن الجانب الثاني وهو قلمه حتى سمي بأمير البيان، هذا دون رحلته للحج تدوينا كانت فيه المشاعر والأحاسيس والمعاني متدفقة. والسبب في ذلك قد يعود لأنه كان منفيا إلى سويسرا أظن، فرحل من هناك إلى الحج فكانت رحلته كيف دونها والأحاسيس والمشاعر بقوة كبيرة بقدر الشوق تكون هو هذا. نعم. وممن أيضا دونها من أدباء ذاك الوقت أحمد حسن الزيات رحمه الله، والأديب علي الطنطاوي أيضا دونها، مالك بن نبي رحمة الله عليه. نعم رحمة يعني الله عليه، كتب في الحضارة وفي الأمور الدقيقة إلى غير ذلك، لكنه كتب لبيك حج الفقراء. ورحلة الحج حتى نعلم قيمتها بالنسبة للمسلم حتى الذين أسلموا وذهبوا إلى هناك كثير منهم دون ذلك، دون هذا وكتب منهم. هذا كان يعني من النازية إلى مكة، وسبحان من بيده القلوب سمى نفسه مراد هارفان بعد ذلك. الحقيقة هذا كان سفير ألمانيا في الجزائر في الخمسينيات، في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان له يعني كتابات حول الثورة وحول الاستقلال وما إلى ذلك. هذا أيضا دون يعني رحلته إلى الحج. وهذا التدوين، هذا التوثيق لرحلات الحج وما حملته بالنسبة لأصحابها من مشاعر ومعاني وما رأوه من أماكن وما شاهدوه من وقائع ووثقوا كل ذلك، هذا يدلك على أن رحلة الحج رحلة خاصة، وأن ما تعلموه في مدرسة الحج شيء خاص لا يوجد في باقي الأركان. ومدرسة الحج مما يتعلق بالفرد كفرد هو باطنه، هذا من أهم ما نتعلمه في مدرسة الحج، وهو المكاشفات والمشاهدات والتجليات الإلهية على قلوب الحجاج. يجد العبد في الحج وفي بيت الله الحرام أو حتى في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المكاشفات ومن المشاهدات ومن التجليات على قلبه وما ينطبع على فؤاده ما قد لا يحصل له في غير هذه البقعتين. وذكر هذا يعني من النازية إلى مكة، مذكر أنه لما وقف في المدينة هو وأصحابه وزملاؤه قال العبارة التالية، قال: وقفنا أمام الوجود الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاش فيه وخطط فيه وصبر فيه ومرض فيه ودعا فيه وعاش سكرات الموت فيه. قال: لما شهدنا هذا المشهد ما تمالك أصحابي إلا وعيونهم قد تنازلت وذرفت عيونهم دموعا.
هذه المشاهد تحرك كوامن الإيمان وتحرك المعاني، لأن مدرسة الحج الحقيقة لها تعلق بكثير من المنظومات التي أرست قواعدها بل وفروعها وجزئياتها نصوص الوحيين كتابا وسنة. فمدرسة الحج تثري المنظومة العقدية وتثري ما تعلق بسير القلوب إلى الله تبارك وتعالى كمنظومة، من حيث المعالم الجديدة التي يستكشفها القلب والتي ينزل فيها السائر إلى الله تبارك وتعالى، ومن حيث قوة النزول في بعض المنازل التي قد نزلها قبل رحلته، لأن منازل القلب في مدرسة الحج على قسمين: العبد يكتشف منازل جديدة لم تذقها روحه قبل، والجانب الثاني من المنازل قد يكون نزل منازل كثير، الخوف، الرجاء، التعبد، الاستكانة، لكن لم يتحققها حقيقة بحقيقتها، ولم تتحقق هي فيه بكليتها، لكن إذا ذهب هناك انكشف له من معاني تلك المنازل شيء آخر وعالم آخر. ومدرسة الحج أيضا لها ارتباط وإثراء وإسهام في مفهوم الأمة، وهذا المفهوم خلينا النقطة هذه بعد. نعم خلينا النقطة هذه بعد. أقول الأمر الجمعي نخرجوا من الروح والجسد والقلب بعد نروحوا إلى الكليات إن شاء الله. ربي يبارك فيك أستاذنا. طبعا على كلام الدكتور رشيد وكأنه رحلة الحج وزيارة البقاع المقدسة ارتقاء بالإنسان إلى منتهى العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الحج ترتيبه في الأركان هو آخر الأركان الركن الخامس، وكأنه فيه تأديب لهذا الإنسان حتى يرتقي. أكيد أكيد كل هذا كان في جانب التشريع وكان أيضا في جانب الممارسة. في جانب التشريع رأينا أن الحج ختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته بأن جمع أمته وأصحابه في صعيد عرفات، وقال ذلك الخطاب الشهير له صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموطن أبدا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم. كأنه الآن عليه الصلاة والسلام بعد رحلة 23 سنة وهو يربي ويعلم ويغرس كما قال الدكتور تلك العقائد وتلك الأخلاق وتلك المشاعر وتلك الشرائع، الآن يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشعيرة الجامعة التي فيها من كل العبادات السابقة. الإنسان إذا ذهب إلى الحج سيصلي، والإنسان إذا ذهب إلى الحج سيزكي وسيتصدق، والإنسان إذا ذهب إلى الحج سيصوم. ولذلك نجد أن كثيرا في الفدية مثلا والله في النسك الدم يترتب على الإنسان إن لم يستطع أو بالخيار كما في الفدية الصيام، وأيضا فيه جانب الحج والوقوف بتلك المشاعر. ثم أيضا حتى في جانب ترتيب العبادات وأيضا الركن الخامس من أركان هذا الإسلام، بل إنها الفريضة التي فرضت مرة واحدة في العمر، كأن الله عز وجل يقول لنا: هاته رحلة العمر واحدة تكفي وواحدة حتى تكفي لابد أن تمشي مع كل هاتك الدرجات. والأستاذ الآن سماها مدارج، والآن يتدرج حتى في الصلاة. مثلا أنت الآن لما تريد أن تصلي أنت تتجه إلى ذلك البيت، لكن إذا أردت أن تحج لابد أن تذهب إلى البيت في حد ذاته. الآن وأنت تصلي تتذكر كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان الناس يأخذون عنه صلاته عليه الصلاة والسلام، لكنك حينما تريد أن تحج تذهب إلى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلة الحج حقيقة هي رحلة العمر، وهي تلك الدرجة العالية من العبودية لله سبحانه عز وجل. ولذلك الدكتور الآن يتكلم عن هذه المدارس الثلاث، سواء مدرسة الصلاة أو مدرسة الصيام أو مدرسة الحج. في مدرسة الحج تمام العبودية لله عز وجل. بداية انظر إلى الصلاة مثلا، لما الواحد يقف بين يدي الله عز وجل قد لا يترتب على ذلك وقت طويل ووقت كبير، وقد لا يكلفه شيء من المال، وقد لا يكلفه شيء من المشاق، ولا يكلفه شيء من مغادرة الأهل والولد وذلك النعيم الذي ربما يعيشه الإنسان. ولكن في الحج حينما يريد الإنسان أن يحج هو الآن ينفق ماله،
ولك أن تتخيل هذه الدرجة من العبودية لله عز وجل، أن يتخلى الإنسان عن ماله من أجل مرضاة الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح. العام اللي فات يا أستاذنا، واحد مسكين لما خرج وجرايح للحج لم يجد ما يحج به، لك أن تتخيل ما الذي حدث. باع داره، باع منزله، واقتار لأبنائه وذهب إلى الحج. لماذا؟ لأنه يرى بأنه لا بد الآن أن يفرط في كل شيء، ولا بد الآن أن يقدم كل شيء من أجل أن يرضي ربه سبحانه عز وجل. فلك أن تتخيل في هذه العبادة درجة العبودية التي يصل إليها هذا الإنسان. الآن هذا من ناحية المادية، من ناحية الإنفاق، من ناحية المال، من ناحية أيضا من ناحية أخرى هذاك الشعور. وكان يتكلم الآن على دكتورنا على الحاجات هذه التي قد يشعر بها الإنسان في غير الحج ولكنه تتأكد له في الحج، والأشياء الأخرى التي قد لا يشعر بها في عبادات أخرى. الآن نحن لما نروح نصلو نزيد في الستر ونزيد في الزينة، في أن يلبس الإنسان أفضل لباس، خذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى عند كل صلاة. الآن الإنسان يصلي في مسجد وفي بيت المولى، في بيت الله ومع إخوانه، لكن لك أن تتخيل هو رايح للحج يتخلص من هذه الزينة، يتخلص من هذا اللباس الذي ربما كان في كثير من الحالات مظهر زينة عنده، ولا شيء يبرر ذلك إلا الاستسلام لأمر الله عز وجل. تخيل معي يقول لك هنا اترك هذا اللباس، وصلت لهذا المكان عليك أن تتخلى عن هذا اللباس. لماذا يا رب تخلى عنه؟ الآن عليك أن تترك قص أظافرك، أن تترك قص شعرك، أن لا تستعمل العطر، أن لا تصيد، ابتعد عن زوجك. لماذا يا رب؟ لابد أن يكون ذلك استجابة لأمر الله سبحانه عز وجل. يعني هذا ارتقاء في العبودية لله عز وجل، بل يصل حتى إلى هناك، لماذا أنا أحرم من هذا المكان بالضبط؟ استجابة لأمر الله. لماذا أنا الآن أصل إلى البيت وأطوف سبع أشواط؟ استجابة لأمر الله. بل لماذا الآن أذهب وأقبل الحجر الأسود؟ ما هذا؟ استجابة لأمر الله عز وجل. نعم يمكن أن يبحث الإنسان عن حكمة، عن بعض الحكم، ولكن اجتهادات بشرية في هذا الأمر يتعلق بالاستسلام لأمر الله عز وجل. لماذا تسعى بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا سبعة أشواط؟ لماذا هذا العدد بالذات؟ تقول لي نعم أنت الآن تستحضر ما فعلته هاجر، لماذا تستحضر هذا؟ استجابة لأمر الله. أنت تروح إلى صعيد عرفات وتقف هناك وبالضبط في ذلك اليوم وبالضبط من تلك اللحظة إلى تلك اللحظة، لماذا؟ استجابة لأمر الله. تذهب إلى منى ترمي الجمرات، لماذا سبع أشواط؟ ولماذا الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى؟ كل هذا بمعنى تمام العبودية، أو محاولة بلوغ كمال العبودية والاستسلام لأمر الله سبحانه عز وجل. فكانت هذه نعم كما قلت أنه تدرج في التشريع، وتدرج أيضا في المشاعر، وتدرج في الاستسلام لأمر الله سبحانه عز وجل. فيعود الإنسان من هذه الرحلة وقد تدرب على أن يكون عبدا لله اختيارا، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله حينما تكلم عن العبودية لله عز وجل قال إنما غاية الشارع من إنزال الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فيرجع الإنسان من هذه المدرسة كيوم ولدته أمه، ولكنه أيضا قد وضع قدميه على الطريق الموصل إلى مرضاة ربه سبحانه عز وجل. الله يبارك فيك أستاذنا. طبعا في نقطة أخرى ربما التي توقفنا عندها معك في مسألة الأمة، وما الذي يمكن أن تحدثه فيهم، أو الرسائل كذلك التي تعطيها هذه الفريضة بالنسبة لأمتنا الإسلامية ولأمم أخرى كذلك. دكتور رشيد، وعلي عز بيكوفيت لما تحدث عن الحج ذكر أنه يجمع أشياء كثير، فقال أنه شعيرة دينية وتجربة روحية واجتماع سياسي، قال ومؤتمر سنوي لأمة المسلمين. هذا المفهوم، مفهوم الأمة، هذا مما تفرد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذاك الواقع الذي كانت تعيشه باقي الحضارات. يعني الغرب ما أدرك ولا عالم ولا عارف مفهوم الأمة إلا في أواخر القرن الثامن عشر، يعني متأخرون بالنسبة لنا كثيرا، هؤلاء ما عرفوه إلا منذ قرنين أو ما يزيد ببعض السنوات.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بمفهوم الأمة، هذا المفهوم مما حسدنا عليه المستشرقون، حتى أن أحدهم اسمه وايت قال أن العرب لا تعرف هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة إنما أخذوها من لغات سامية أخرى. ومن حقدهم على مفهوم الأمة الكامل الشامل الواسع أنهم قالوا أن مفهوم الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن مصطلح الأمة من المصطلحات القرآنية المحورية وليس أي مصطلح، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لكن هم من يعترف بأن العرب عرفت هذا المصطلح قزموا معناه وقالوا معنى الأمة هو القبيلة، ولم يتقبلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن حضارة المسلمين من بعده جاءت بهذا المفهوم الكبير الواسع الشامل للأمة. محمود الشلتوت رحمه الله شيخ الأزهر السابق في كتابه الإسلام شريعة وعقيدة لفت انتباه المسلمين لربط مسألة الحج بمفهوم الأمة من جوانب كثيرة. وحقيقة نحن إذا حججنا فنحن بالنسبة لأقوام معينين، أصحاب القرار، أصحاب التخطيط، أصحاب النظر المستقبلية، نحن في آخر المطاف عوام، نذهب إلى هناك نستمتع بالمشاعر الإيمانية، نأتي بذنب مغفور، ونأتي بحج مبرور، ونأتي بمنازل ومشاهد ومكاشفات تخصنا نحن. لكن فكرة الأستاذ شلتوت رحمه الله أراد أن يقول التالي، هذا ليس لفظه، هذا معنى كلامه: هناك طبقة ينبغي لها أن تحج، وهي طبقة خاصة، فلابد أن يحج رجال الفكر، ولابد أن يحج رجال العلم، ولابد أن يحج رجال الأدب، ولابد أن يحج رجال التربية، ولابد أن يحج رجال السياسة، ولابد أن يحج رجال الاقتصاد وأصحاب الأموال، ولابد أن يحج طبقة معينة من الناس هي التي تبرمج وهي التي تقدم المشاريع التنموية لمستقبل أمة الإسلام. يريد أن يقول أن هؤلاء تصور لو أنهم حجوا في سنة واحدة والتقوا بعد الأيام أيام المناسك أو قبلها، ما الذي سيكون؟ بل اقترح بعض تلامذته حينها أن يكون الحج مؤتمرا اقتصاديا سنويا، فمثل هذه الطبقة لو حجت حقيقة واجتمعت هناك وتلاقت وتطارحت وتلاقشت مفهوم الأمة ومشاكل الأمة، سيكون أو ستكون مدرسة الحج حلا لكثير من الأزمات التي تعانيها أمة الإسلام. فالحج له عبارة عن أو مدرسة الحج تجمع هذا المفهوم وهو مفهوم الأمة، حتى أن هذا المسلم الأخ الكبير الذي من النازية إلى مكة قال: لما ركعت فرأيت أقدام السود وأقدام غيرهم، قال هنا عرفت حقيقة عظمة الإسلام، وأن الأجناس واللون والطبقية كلها تذوب في هذه البوتقة. فمفهوم الأمة في الحج يتمظهر تمظهرا واضحا، ويظهر فيه هذا المفهوم بما لا يظهر في غيره من العبادات، فهذا مؤتمر للأمة سنوي كما قال عزة بيغوفيتش. هذه الأزمات وهذه المشاكل التي يمكن حلها في مكة أو في المدينة في موسم الحج لو كانت هناك إرادة حقيقية، هذا سينجز لنا كثيرا، هذا سينجز لنا كثيرا. أيبك فيك أستاذ رشيد على هذا المفهوم كذلك الذي قد يغيب عنا في هذه المسألة واغتنام يعني الحج. قد أذكر حادثة فضل. هو لما كان مبارك كانت هناك خلافات بين الشعوب قديما بين السعودية وبين مصر، فلما حج قدمه واستصالح قدمه لأن صلى داخل بيت الله الحرام داخل الكعبة ولم يصلي فيها غيره، فكان في الحج يجمع الأمة ويجمع المستويات العالية، وهذا هو التسمية الحقيقية لمؤتمر الحج، خصوصا أنه يجمع كل الأجناس وكل الألوان وكل الأطياف إلى غير ذلك من ما يبدو اختلافا، هو في الحقيقة تنوع إن صح التعبير للأمة الإسلامية وكلها في رافد الإسلام. طبعا إذا تحدثنا على مسألة الحج والذهاب إلى البقاع المقدسة، مكان أوحد في العالم لا شبيه له لا نظير له، ربما يصلي الإنسان في مسجد قد يصلي في مسجد آخر، ولكن الحج له مكان مخصوص وله كذلك أوقات مخصوصة. إلى ماذا يرمي هذا التوحد أو الوحدانية في مسألة المكان ومسألة الزمان كذلك؟ أكيد
هو ما دام الأمر يتعلق أولا ببيت الله الحرام التي هي رمز وحدانية الله ورمز وحدة المسلمين، فالإنسان من أول ما يستفيده من هذه المدرسة هي توحيد الله سبحانه عز وجل. ولذلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الحجاج على الإكثار يوم عرفة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني أفضل ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت لما تنظر إلى هذا تراه ذكرا، كيف هو دعاء؟ كيف هو دعاء؟ صح. ولكن هنا ذلك الشعور بالافتقار إلى الله عز وجل والذهاب إلى ذلك المكان كأنه تجديد العهد مع الله سبحانه عز وجل. ولذلك جاء في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخذ العهد على بني آدم في النعيمان، يعني في جبل عرفات، أخذ العهد عليهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالإنسان حينما يذهب إلى هناك كأنه يجدد العهد مع ربه سبحانه عز وجل بأني عبد لك. إذن هي إشارة إلى وحدانية الله سبحانه عز وجل. أنت ذاهب تقول لي أستاذنا. نعم تفضل أستاذ. كي يرفع على أذاننا مسامعنا أذان صلاة العصر عاصمة توقيت مدينة الجزائر العاصمة وما قربها من مدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نتشرف مشاهدينا الأفاضل ونسعد أن نستأنف وإياكم
نقاشنا في برنامج مفاتيح في هذه الأمسية الذي هو تحت عنوان مدرسة الحج. توقفنا مع أستاذ محمد حول المكان الواحد والأوحد والعبادة المتوجهة لله سبحانه وتعالى الواحد الأوحد. أكيد قلنا السطر الأول أن ذهبنا إلى هناك إلى أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله عز وجل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ففيه إشارة إلى وحدانية الله سبحانه عز وجل. ولذلك تجد ذلك الذكر الذي يذكره الحاج من لبيك اللهم لبيك إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عرفات، كله يتعلق بتوحيد الله سبحانه عز وجل، وهذا مقصد أساس في الحج. الأمر الثاني هو قضية وحدة الأمة ووحدة المسلمين. الذهاب إلى هناك هو تذكير بأبينا آدم عليه السلام، وعلى أننا نحن الآن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن نؤمن بإبراهيم ونؤمن بآدم ونؤمن بعيسى ونؤمن بموسى عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأمة الممتدة الضاربة في التاريخ، ذهابنا إلى هناك والالتقاء في ذلك المؤتمر العالمي كما قال الدكتور، هذا الذي يرد عمليا على كل من يرى أن هذه الأمة إنما هي ليست أمة الآن، وأن نحن نذهب إلى هناك. تذهب إلى ذلك البيت بناه آدم عليه السلام وبناه سيدنا إبراهيم وشارك في بنائه سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لتذهب وتعيش تلك المشاعر التي عاشها سيدنا إبراهيم مع ابنه وهو يرفع قواعد البيت، وتجد هناك مقام سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أبو التوحيد وتصلي من ورائه، ثم بعد ذلك تجد نفسك وكأنك تستشعر ما عانته هاجر أمنا عليها السلام وهي تبحث عن الطعام والماء لولدها، وترى الفرج لأولئك الذين التجأوا إلى الله سبحانه عز وجل، تذهب إلى رمي الجمرات أيضا وتستشعر كيف كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل هذا لا تستطيع أن تؤديه في مكان آخر إلا في ذلك المكان الذي تجتمع فيه الأمة بكل ألوانها وأطيافها ولغاتها. الله يبارك فيك أستاذنا. توقف مع الزميلة كذلك فلا بن كردو، تنقل لنا شيئا من المشاعر قبل التوجه إلى شعائر في هذا الروبورتاج، نتابع ثم نعود للنقاش إن شاء الله. من مطار هوارب مدين ومن القاعة الرئيسية المخصصة لنقل الحجاج الميامين، أزيد من 250 حاج على موعد من أجل الالتحاق بالرحلة الروحانية الأولى المتوجهة للبقاع المقدسة رفقة أعضاء البعثة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لضمان التأطير والرعاية الدينية والصحية لحجاجنا الميامين. يسهر الديوان الوطني للحج والعمرة على توفير كل وسائل الراحة للحاج الجزائري من وسائل لوجستية خدماتية ومادية. على مستوى مطار الجزائر كما تلاحظون ينظم الديوان الوطني للحج والعمرة ثلاث نقاط يمر بها الحاج الجزائري. أول نقطة هي نقطة المراقبة الصحية، ثاني نقطة هي البنك الجزائر حيث يستلم المال الخاص به، ثالث نقطة والأخيرة هي الديوان الوطني للحج والعمرة وين يستلم الحاج حزمة من المطويات الإرشادية التي تفيده في أداء مناسكه في البقاع المقدسة، كما يستلم أيضا ثلاث أنواع من الحقائب يستعملها الحاج هناك في البقاع المقدسة تزيد من راحته. بسم الله الرحمن الرحيم، شوي دكتور خليفة سيدو لو بي اس بي دو بيجايا، راني ضمن البعثة الطبية. الحمد لله شرفنا ربي بخدمة ضيوف الرحمن، رانا سفراء الجزائر إن شاء الله نمثلوها أحسن تمثيل. ندعو الحجاج بيان سور لا كونسلتاسيون بور لو مواندغ بروبليم دو سونتي، رانا جاهزين للتغطية الصحية إن شاء الله وناش 24 في المدينة جدة أو مكان منورة، مرحبا بهم. أول مرة إن شاء الله نتشرف أننا نكون في بعثة الحج لهذا الموسم لخدمة ضيوف الرحمن إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا في هذه المهمة إن شاء الله، وعندنا دعوة خاصة لبلدنا الجزائر إن شاء الله، ربي يحفظها ويحفظ شعبها ويحفظ رئيسها وتكون إن شاء الله كل عام مزدهرة إن شاء الله يا رب العالمين.
نحن أعضاء في بعثة الحج لهذا العام لخدمة الحجاج وتشريف وتمثيل بلدنا العزيز في هذه المهمة النبيلة، وندعو الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لخدمة حجاج وضيوف الرحمن في هذه السنة إن شاء الله، وندعو الله سبحانه عز وجل للبلاد والعباد أن إن شاء الله يرفع بلدنا ويعزه بعز كريم، إنه على ذلك قدير. حوالي 78 رحلة ستقوم بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من بين 137 رحلة ستقلع من مختلف مطارات الجزائر، تحمل معها أزيد من 41 ألف حاج من أجل أداء مناسك الحج. أجواء روحانية بامتياز عرفها المطار، ودعوات طيبة للحجاج الميامين عبروا من خلالها عن فرحتهم. إن شاء الله ربي يحفظ لنا رئيسنا وبلادنا، والله يحفظه والله يطول في عمره، والله يحفظ وليداتنا اللي راهم يجروا علينا ويخدموا علينا، الله يحفظهم والله يعطيهم صحاحهم وربي يجنه. أي أول مرة العمرة رحت زوج خطرات الحج، بسم الله ذا خاطره. كنت باغيتها متمنيتها نطلب ربي الصباح ما نشيا خديم من حطني وليدي جردني خرجت الحمد لله يا ربي، خرجت أنا وجبت زوجي معايا الله يسلمك. هنقول لكم صحيتوا الله يسركم الله يحفظكم الله ينوركم ان شاء الله تروحوا لمكه، وندعو لكم وليداتنا والجزائر كامله اولادنا. شعور لا يوصف، شعور لا يوصف باتجاه البقاع المقدسه، هي ما كنتش نحلم بها نهائيا. هذه كما نقول الحجه هذه فرحان اكثر ما تتوقع، بدون توقيع وبدون مجامله فرحان اخر خلاص. وتزامنا مع انطلاق أول رحلة متوجهة للبقاع المقدسة، خصصت قناة القرآن الكريم يوما مفتوحا تحت شعار الحج أشواق الوجدان، بالتعاون مع الديوان الوطني للحج والعمرة، يتناول التحليل ومناقشة مقاصد ودلالات الركن الخامس مع تتمين جهود مؤسسات الدولة من أجل موسم الحج. المحطة الأخيرة اليوم المفتوح الذي نظمته قناة القرآن الكريم بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، فعاليته سوف تنطلق بعد قليل بإذن الله، سوف يكون الحجاج حاضرون يستمعون إلى كل ما سيقال وما يقدم من نصائح وتوجيهات من كل المؤسسات التي ستشترك في خدمة حجاجنا الميامي. نحن بصدد انطلاق مباشر لأول مرة في تاريخ الجزائر أنه يقام بلاتو في مطار الجزائر، وبالتعاون الكامل مع المؤسسات المشرفة من خطوط الجوية الجزائرية، شركة تسيير المطارات، الشرطة، الجمارك، كلهم متعاونين لإنجاح هذا المباشر اليوم. واليوم هو مناسبة خاصة لانطلاق أول فوج للحجاج لموسم 2023، إن شاء الله يتم بنجاح إن شاء الله. حقيقة هذه مبادرة رائدة من قناة القرآن الكريم في مرافقة الحجاج قبل بداية أول رحلة، يعني منذ أسابيع، وكل الحملات التوعية والتحسيس والبرامج التي تم تكييفها وكلها متعلقة بالحج إلى هذه المحطة المهمة جدا بالمطار، وسوف نعيش إن شاء الله أجواء توديع الحجاج في أول رحلة، وستتواصل إن شاء الله حتى اليوم العيد، كلها برامج مكيفة مع منسك الحج ومع موسم الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، نسأل الله عز وجل لحجاجنا أن يذهبوا سالمين آمنين ويرجعوا غانمين بالغفران إن شاء الله، ويلحق كل من تعلق قلبه بذلك المكان. مشكورة زميلتنا فلة على هاته التغطية ونقل هاته المشاعر والجهود، كذلك قناة القرآن الكريم في إرشاد الحاج الجزائري ومرافقته حتى البقاع المقدسة وعودته إن شاء الله سالما غانما بحول الله سبحانه وتعالى. عودة لنقاشنا إن شاء الله أستاذ رشيد، إن شاء الله تسعفنا لهذه الدقائق التي تبقت من عمر برنامج مفاتيح لنتطرق إلى أكبر عدد من النقاط إن شاء الله. طبعا الحج هو الحج من زمن حج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن ربما التغيير يكون في التفاصيل، وكذلك لكل تجربته الخاصة التي يحياها مع الحج. الحاج إذا ذهب إلى هناك
ستنبثق من نفسه مشاعر خاصة، ومن هذه المشاعر وهذه الأحاسيس تعتبر جزءا كبيرا ومهما من تجربته في الحج. تجربة الحج لها مستويات، منها هذا الأمر المتعلق بمشاعره وأحاسيسه. ما الذي يغذي هذه المشاعر، وما الذي يغذي هذه الأحاسيس، وما الذي يفيقها، وما الذي يوقظها؟ هناك مجموعة كبيرة من الأشياء تسهم وتجعل من هذه المشاعر تتدفق في نفس الحاج. من ذلك أنه يتذكر مواقف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذاهب إلى الحج سيرحل به الزمن إلى تلك الأوقات التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ذاك المكان هو المكان الذي وجد فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المواقف التي ينبغي للمسلم الحاج أن يتذكرها، قد أشار إلى طرف منها أستاذنا محمد، ولذلك أريد أن أقف عنده قليلا. لما ذكر وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، أنت الآن استحضر وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره ربه تبارك وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين على الصفا في ذلك الوقت، وبين وقوفه على الصفا في حجة الوداع ووقوفه في عرفة على وجه الخصوص، لشيء سنذكره قد ذكره جابر رضي الله عنه وأرضاه في منسكه. أنت الآن استحضر أيها الحاج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على الصفا لينذر قومه، وقد أجيب بقولة أبي جهل تبا لك لهذا جمعتنا. فنزل صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا فريدا، ليس له من أتباعه من يؤازره ومن يؤمن به إلا القلة القليلة. فاستحضر هذا الموقف على الصفا وموقفه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن مرت 23 سنة كاملة على الصفا، ليردد صلى الله عليه وآله وسلم قوله لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فبين الوقفتين مرت هذه 23 سنة بأحزانها وأشجانها وبلائها وابتلائها. فالحاج حينما يقف في هذا الموقف عليه أن يتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جابرا لما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة قال، وكان آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فكنت أرى أمامي فأرى مد البصر، وأرى عن يميني فأرى مد البصر، وأرى عن شمالي فأرى مد البصر، وأرى من خلفي فأرى مد البصر. قارن بين هذا الحشد الكبير حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ذات تلك المواقف التي عاشها أيام مكة، حتى أن أبا زرعة الرازي وهو الذي عرض عليه مسلم صحيحه قال الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 114,000 صحابي. وتخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يطوف أيام مكة وفي العهد المكي، كل الأذية التي وقعت على جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بعد طواف وفي صلاة. فعقبة ابن أبي معيط الذي وضع سلا الجزور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وضعها عليه وهو ساجد صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو جهل لما قال لا أقتلن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه يطوف، قال أيطوف بين ظهرانينا وهو يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا؟ فأقدم أبو جهل على ذلك، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ما كان من القوم إلا أن رأوا أبا جهل يتقي بيديه ويعود القهقرة. ولما سئل قال كان بيني وبينه خندقا ورأيت نارا وأجنحة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علق قائلا لو دنا لاختطفته الملائكة. وعتبة بن أبي جهل أيضا لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلابيبه هذا كان في الطواف وبزقه في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، لكن البزاق أكرمكم الله لم يقع على وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم،
وانظر إليه الآن بعد أن فتح الله له مكة ومرت حجة أبي بكر، وجاء هو صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. الحاج إذا ذهب إلى هناك لابد أن يقف مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأظن يعني بارك الله فيك سيدنا، ربي يجازيك دكتور رشيد. طبعا المشاعر في تلك البقاع المقدسة لا يمكن وصفها وإنما تعاش. نعم أستاذنا أكيد. أنت حجيت فيما مضى أكرمك الله، ربي يكرمك كذلك قادما، يكرم كل المشاهدين والحاضرين معنا والعاملين معنا. آمين. هل هي نفس التجربة دائما حتى وإن تكررت؟ هو في الحقيقة لأكيد أن المشاعر لأول مرة راح تكون ربما أكثر تأثيرا، ولكن المشاعر في المرات المتتالية إذا الإنسان جدد تلك النية واستحضار ما كان يتكلم عنه الدكتور أكيد أنها ستزداد عمقا كما يقال، لأن هذا الإنسان وهو ذاهب في الرحلة الأولى أكيد الآن في حياته لم يرى البيت مثلا، في حياته لم يقف مثلا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك تتخيل يعني الشعور الآن وانت مثلا نتكلم عن المدينة التي هي ليست من أركان الحج ولكنها زيارة، يدخل الإنسان إلى مسجد رسول الله ويصلي فيه والصلاة فيه بألف صلاة، ثم يجد نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل هذيك المشاعر وأنت الآن تسلم تقول السلام عليك يا رسول الله، وكنت أنت الآن تسلم على رسول الله. دائما تستحضر أن الله عز وجل يكلف ملكا ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويقول له فلان ابن فلان يسلم عليك، لكن حينما تقف هناك تقول السلام عليكم يا رسول الله، وحينها تستحضر أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني أنت الآن تتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك الآن وأنت ذاهب مثلا إلى بيت الله الحرام، وتنظر إلى هذا البيت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن في كل يوم تنزل 120 رحمة على البيت، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. مجرد النظر إلى بيت الله الحرام عندك 20 رحمة تتنزل عليك. الآن وأنت تطوف لك أن تتخيل ذيك المشاعر التي تعيشها، يعني لا تستطيع أن تصفها، ولكن ربما وأنت تطوف الآن قدمك قد يقع على أرض وطئتها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل دمعة تنزل من عينيك فتنزل في بقعة نزلت عليها دمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دمعة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وانت ذاهب مثلا إلى هناك لتقبل الحجر الأسود مثلا، لك أن تتخيل هذه المشاعر التي تشعر بها وأنت تضع شفتيك في مكان قد وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه، وتستحضر هذا المعنى. لا يمكن أن تصف هذاك المشعر. أنت الآن رحت إلى الملتزم مثلا ووضعت صدرك على الملتزم وتستشعر أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم وضع في هذا المكان يوما ما، ولذلك كان الدكتور يتكلم عمن كتب، الدكتور علي الطنطاوي رحمة الله عليه قال لما وصلت إلى هناك ذكر لنا جملة قال جاءت على لساني، قال قلت يا رب إن لي حقوقا بيني وبينك فيا ربي تجاوز عني، ويا ربي إن لي تبعات ما بيني وبين عبادك فيا ربي تحملها عني، كأنه يحاكي ما قاله الحسن البصري من قبل رحمة الله عليه لما كان مع أصحابه ووصل إلى هناك وقال لهم إليكم عني الآن أريد أن أبوح لربي بسري. لك تتخيل الآن هذه المشاعر وأنت كأنك تقول يا رب الآن أنا جئت إليك أنا ضيفا عندك، فيا ربي أنت أكرم الأكرمين، مستحيل أن تردني يا رب، أنا نعم لي ذنوب، أنا نعم لي تفريط، أنا نعم لي خطايا كثيرة، ولكن كرمك يا ربي عز وجل يغريني، كرمك يجعلني يا ربي أثق بأنك لا تطردني وقد جئت مع ضيوفك. لذلك تلاحظ هذاك العبادة، ونعود ونرجع إلى السر في أنها كانت تجمع هذه الأمة كلها في الصلاة. نقف مثلا في المسجد ونقول اهدنا
الصراط المستقيم. قد نصلي في المسجد 100 وقد نصلي في مسجد فيه 1000 وقد نصلي في مسجد فيه 30,000 مثلا، ولكن هناك بالملايين من كل بقاع الأرض كلهم قدموا الغالي والنفيس من أجل أن يأتوا إلى هناك. ولك أن تتخيل هذه المشاعر التي تفيض على هذا الحاج وهو يقف في تلك الأماكن التي درج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأماكن التي جاهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الأماكن التي أرسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد هذا الدين. لك أن تتخيل هذه المشاعر يشعر بها الإنسان في عرفات أستاذ لمين في عشية يوم عرفة، وأنت تنظر كما قال الدكتور لا تفرق بين أمير وحقير، بين صغير وكبير، كل الناس يلبسون لباسا واحدا. والله لا تستطيع أن تقول هذا رئيس دولة ولا هذا إنسان عامل نظافة، مستحيل تقدر تفرق بيناتهم، كلهم يلبسون لباسا واحدا، هذا يبكي وهذا يدعو وهذا يقول لا إله إلا الله. ولك أن تتخيل ذلك هذه المشاعر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كبر اليوم مكبر وما أهل مهل إلا بشر. قالوا يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. كل أنت تقول لبيك اللهم لبيك، الشجر والحجر والمدر وكل شيء من حولك يلبي بتلبيتك، يعني هذا التفاعل مع الكون. أنت رايح تطوف لك أن تتخيل كأنه فيه تناسق وانسجام بينك وبين الكون كله، يعني لما تروح تطوف من الذرة إلى المجرة كلهم يطوفوا. أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت الآن كأنك تقول يا ربي أنا نعم أنا أيضا عبد لك، هؤلاء يا رب يطوفون ويسعون من أجل مرضاتك، أنا الآن أيضا جئت أطوف لأنال رحمتك، جئت أسعى لأنال مرضاتك. فلك أن تتخيل هذه المشاعر لا يمكن أنت الآن تتكلم عنها ولكن لا تستطيع أن تصفها. فنسأل الله عز وجل أن يكرم كل إخواننا بحج مبرور يا رب العالمين إن شاء الله. بلغنا الختام مع برنامج المفاتيح كما قال دكتور رشيد في الوقت يمره يمر في سرعة، إن شاء الله فرص أخرى إن شاء الله مواضيع أخرى يا رب. ذكروا أنفسنا والله أكرمنا اليوم بالدكتور ربي يبارك فيك. أنا سررت لما رأيتك، ربي يحفظكم إن شاء الله. نختم بحول الله سبحانه وتعالى، لكما الشكر ولكم الشكر موصول مشاهدينا الأفاضل. يمكنكم زيارة موقع التلفزيون الجزائري لمتابعة برامج أخرى لقناة القرآن الكريم. دامت أوقاتكم طيبة مع قناة القرآن الكريم. سلام الله عليكم.